أشكال حرف الفاء. الحرف في أول الكلمة يكون على هذا الشكل، مثل فأس. الحرف في وسط الكلمة يكون على هذا الشكل، مثل قفص، أو على هذا الشكل، مثل رفض. الحرف في آخر الكلمة يكون على هذا الشكل، مثل صوف، أو على هذا الشكل، مثل صف. الفاء مع الحركات القصيرة، الفاء مع الفتحة فا، الفاء مع الضمة فو، الفاء مع الكسرة في. أقرأ: فا فأر، سفر، صنف. فو فل، سفن، يعزف. في فكر، حافظ، شفي. الفاء مع الحركات الطويلة، الفاء مع الألف فا، الفاء مع الواو فو، الفاء مع الياء في في. أقرأ: فا فائض، حفاظ، انصرف. فو فول، صفوف، يعفو. في فيل، سفينة، ضيفي. الفاء مع التنوين، الفاء مع ضمتين فون، ضيف. الفاء مع الكسرتين فين، ضيفين. الفاء مع الفتحتين فن، ضيفا. الفاء مع السكون، الفاء مع السكون ف، صفر. الفاء مع الشدة، الفاء مع الشدة والفتحة ف، الفاء مع الشدة والضمة فو، الفاء مع الشدة والكسرة في. الفاء مع الشدة والفتحة والألف ثا، الفاء مع الشدة والضمة والواو فو، الفاء مع الشدة والكسرة والياء في. الفاء مع الشدة والفتحتين فن، الفاء مع الشدة والضمتين فون، الفاء مع الشدة والكسرتين فين. أقرأ: صفر، جف، يكف، يصفر، غفار، صفون.